من طرف المسؤولين هناك في الاتحاد الألماني بينما كرة عرضية دخلت التاريخ يا ميروسلاف دخلت التاريخ يا رجل سجلوا عندكم مشاهدين الكرام نعم في هذه الليلة في هذا الديربي الكبير ميروسلاف كلوزي يصل الهدف رقم 68 ويعادل الأسطورة كيرت مولير فهل من مزيد يا ميروسلاف يا كلوزي يتفرج يتفرج روبرت ألمير يراقب فقط بعينيه وهذه صعبة يا ألمير أمامك القناص أمامك الهداف الذي لا يرحم هذه الفرحة هذه تقاسيم الوجه بهدف تاريخي نعم يسجل في ديربي كبير مع الجار المنتخب النمساوي هل من مزيد يا كلوزي هل تتخطى رقم كيرت مولير الإجابة في الدقائق المقبلة لكن هنا يصطدم باللاعب ايفانتيتش لاعب ارتيكيز فيليب لام يسترجع مشددا يرفع كرة في منطقة الجزاء المتابعة المتابعة من ريوس ريوس يتوغل يعطي باس ممتازة جول الماني نعم حضر لكروس وتسديدة ولا أروع هذه الإعادة لجمالية الهدف لمتعة العين شاهدوا ماذا فعل الريوس تحضير بشكل ممتاز كما جاءت سدد اللاعب الريوس وكروس هذه الإعادة مرة أخرى من زاوية أخرى التسديدة الكرة ترتطم بالقائم وتستقر في الشباك هدفان مقابل شيء هذه صعبة يا روبرت هذه صعبة يا ألمير جيبها من الشباك يا ألمير الطوفان الألماني نعم يتواصل مع انطلاقة الجولة الثانية وفرحة كبيرة ليواكيم لوف يحسم ولكن ألمانيا نعم في مونديال البرازيل 2014 بينما كرة الثالث مشروع الثالث هو داز الثالث جول جول مولير الخاتمة السعيدة بثلاثية ألمانية المانشافت الحاضرون بالألاف بالأليانس صاليرا فعلا جملة تكتيكية رائعة شاهد انطلاقة العملية فيها انسجام فيها تركيز فيها دقة مثلث هجومي نعم حاضر في اللقطة الماضية يا سلام على اللمسة يا كروس يا سلام على العرضية يا هودس واللمسة الأخيرة في المرمى الفارغة وجيبها يا ألوير مرة أخرى من الشباك 3-0 نعم حصة كبيرة في ديربي نعم كان من اتجاه واحد من اتجاه الناسيونال مانشافت إذن الخاتمة السعيدة ختام ومسك بهذا من طرف المسؤولين هناك في الاتحاد الألماني بينما كرة عرضية دخلت التاريخ يا ميروسلاف دخلت التاريخ يا رجل سجلوا عندكم مشاهدين الكرام نعم في هذه الليلة في هذا الديربي الكبير ميروسلاف كلوزي يصل الهدف رقم 68 ويعادل الأسطورة كيرت مولير فهل من مزيد يا ميروسلاف يا كلوزي يتفرج يتفرج روبرت ألمير يراقب فقط بعينيه وهذه صعبة يا ألمير أمامك القناص أمامك الهداف الذي لا يرحم هذه الفرحة هذه تقاسيم الوجه بهدف تاريخي نعم يسجل في ديربي كبير مع الجار المنتخب النمساوي هل من مزيد يا كلوزي هل تتخطى رقم كيرت مولير الإجابة في الدقائق المقبلة لكن هنا يصطدم باللاعب ايفانتيتش لاعب ارتيكيز فيليب لام يسترجع مشددا يرفع كرة في منطقة الجزاء المتابعة المتابعة من ريوس ريوس يتوغل يعطي باس ممتازة جول ألماني نعم حضر لكروس وتسديدة ولا أروع هذه الإعادة لجمالية الهدف لمتعة العين شاهدوا ماذا فعل الريوس
التحضير بشكل ممتاز كما جاءت سدد اللاعب الريوسا وكروس هذه الإعادة مرة أخرى من زاوية أخرى التسديد الكرة ترتطم بقائم وتستقر في الشباك هدفان مقابل شيء هذه صعبة يا روبرت هذه صعبة يا ألمير جيبها من الشباك يا ألمير الطوفان الألماني نعم يتواصل مع انطلاقة الجولة الثانية وفرحة كبيرة ليواكيم لوف يحسم ولكن ألمانيا نعم في مونديال البرازيل 2014 بينما كرة الثالث مشروع الثالث هوداز الثالث جول جول مولير الخاتمة السعيدة بثلاثية ألمانية المانشافت الحاضرون بالألاف بالاليان صاليرا فعلا جملة تكتيكية رائعة شاهدوا انطلاقة العملية فيها انسجام فيها تركيز فيها دقة مثلث هجومي نعم حاضر في اللقطة الماضية يا سلام على اللمسة يا كروس يا سلام على العرضية يا هودس واللمسة الأخيرة في المرمى الفارغة وجيب يا ألوير مرة أخرى من الشباك 3-0 نعم حصة كبيرة في ديربي نعم كان من اتجاه واحد من اتجاه الناسيونال مانشافت إذن الخاتمة السعيدة ختام ومسك بهدف من طرف المسؤولين هناك في الاتحاد الألماني بينما كرة عرضية دخلت التاريخ يا ميروسلاف دخلت التاريخ يا رجل سجلوا عندكم مشاهدين الكرام نعم في هذه الليلة في هذا الديربي الكبير ميروسلاف كلوزي يصل للهدف رقم 68 ويعادل الأسطورة كيرت مولير فهل من مزيد يا ميروسلاف يا كلوزي يتفرج يتفرج روبرت ألمير يراقب فقط بعينه وهذه صعبة يا ألمير أمامك القناص أمامك الهداف الذي لا يرحم هذه الفرحة هذه تقاسيم الوجه بهدف تاريخي نعم يسجل في ديربي كبير مع الجارة المنتخب النمساوي هل من مزيد يا كلوزي هل تتخطى رقم كيرت مولير الإجابة في الدقائق المقبلة لكن هنا يصطدم باللاعب إيفانتيتش لاعب ارتيكيز فيليب رام يسترجع مشددا يرفع كرة في منطقة الجزاء المتابعة المتابعة من ريوس ريوس يتوغل يعطي باس ممتازة جول ألماني نعم حضر لكروس وتسديده ولا أروع هذه الإعادة لجمالية الهدف لمتعة العين شاهدوا ماذا فعل الريوس تحضير بشكل ممتاز كما جاءت سدد اللاعب الريوس وكروس هذه الإعادة مرة أخرى من زاوية أخرى التسديد الكرة ترتطم بقائم وتستقر في الشباك هدفان مقابل شيء هذه صعبة يا روبرت هذه صعبة يا ألمير جيبها من الشباك يا ألمير الطوفان الألماني نعم يتواصل مع انطلاقة الجولة الثانية وفرحة كبيرة ليواكيم لوف يحسم ولكن ألمانيا نعم في مونديال البرازيل 2014 بينما كرة الثالث مشروع الثالث هوداز الثالث جول جول مولير الخاتمة السعيدة بثلاثية ألمانية المانشافت الحاضرون بالألاف بالاليان صاليرا فعلا جملة تكتيكية رائعة شاهدوا انطلاقة العملية فيها انسجام فيها تركيز فيها دقة مثلث هجومي نعم حاضر في اللقطة الماضية يا سلام على اللمسة يا كروس يا سلام على العرضية يا هودس واللمسة الأخيرة في المرمى الفارغة وجيب يا ألوير مرة أخرى من الشباك 3-0 نعم حصة كبيرة في ديربي نعم كان من اتجاه واحد من اتجاه الناسيونال مانشافت إذن الخاتمة السعيدة ختام ومسك